مد زيان وزير حقوق الإنسان المغربي السابق وعضو هيئة الدفاع عن معتقل الحسيمة من الرباط، أهلا وسهلا بك سيد محمد. ما خلفيات هذا الفيديو المسرب وما آخر التفاصيل المتوفرة حوله؟ أولا، هذا الفيديو سجل بأمر من السيد وكيل العام رئيس النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، الذي عين لجنة من الأطباء لفحص ناصر الزجافي ولإثبات وجود عنف أثناء اعتقاله، وهو ما ثبت عند فحص هذا المعتقل الاحتياطي، لأن الفيديو يبين ضربات قوية في التلوة اليمنى له. وكذلك اليوم ادعى ناصر الزجافي أن الضربة التي ضربوه في رأسه، وكانت موضوع ثلاث غرز من في المستشفى بمدينة الدار البيضاء مباشرة، حيث ذهب إلى المستشفى مباشرة من هبوطه من الهليكوبتر عند اعتقاله في الحسيمة ونقله إلى الدار البيضاء. هذه الضربة بدأت تعطيه صداع كبير في رأسه، تمنعه من التركيز ومن من التركيز. لا أدري كيف وقع أن هذه العملية التي وقعت داخل سجن عكاشة وليس خارج من سجن عكاشة، في مستشفى السجن المدني بعكاشة، كيف تسرب هذا الفيديو وأريد أن يستغل وأن يستعمل في عملية التحقير وتحطيم معنويات نصر الزجافي وتبقيته في نظر ساكنة مدينة الحسيمة. لكن هذا الفيديو كان له رد فعل مخالف لما كان ينتظرونها صاحب هذه التجربة ولاسيما إدارة السجون، إذ أن ناصر الزجافي بان أنه متمكن بارد وكان بكل صدق يأتي تفاصيل عن الألم الذي كان في جسمي، لكن بما أنه ثبت أنه أن 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 هو شكله جميل جدا، إذ لا يتوفر لا على كرس ولا على رأس بعضه، وأن القامة ديالو قامة متوازنة، أعطى انطباع مضر، لأن جميع نساء المغرب اليوم يتمنون الزواج بهذا الشخص الجميل الذي يتوفر بصحة عافية كثيرة على جميع المستويات، وأعطى انطباع أنه رجل متمكن وجسمه جسم جميل جدا. شكرا سيد محمد زيان وزير حقوق الإنسان المغربي السابق وعضو هيئة الدفاع عن معتقل الحسيمة، كنت معنا من الرباط.